أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة. في هذه الحلقة سوف نجرع المنتج الذي صنعناه جلايسيكوب، وهو الكابر جلايسينيت. سوف نعطي لكل غنمة حسبنا المقدار في الفيديو السابق، سوف أذكر لكم الرابط. سوف نعطيها 5 ملل. سأضع لكم الرابط كيفية تصنيع الكابر جلايسينيت، المنتج جلايسيكوب. 5 ملل لكل رأس. طبعاً الكابر جلايسينيت لا ينحل في الماء، يجب أن نخلطه جيدا قبل الاستعمال. بهذه الطريقة 5 ملل لكل رأس، نكون قد أعطينا لكل غنمة لكل رأس أعطيناها 50 ملغرام نحاس كعنصر مخلبي على الحمض الأميني جلايسين. الحمض الأميني جلايسين. مرة كل شهر. بالنسبة للنعاج الحوامل، هذا النعاج هي حاملة، القاطع كله يعني تقريبا حامل، نعطيه في منتصف الحمل. النحاس دوما نعطيه في منتصف الحمل. لماذا؟ لأنه الجهاز العصبي المركزي للجنين يتكون في النصف في منتصف الحمل، والنحاس يدخل في تكوين الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي وقاية الحملين في بطون أمهاتها، وبالتالي وقايتها بعد مباشرة بعد الولادة.
مثلا هذه في نهاية الحمل النحاس جيد لها أيضا. إذن كان هذا عينة، إلى اللقاء.